البراسلي. وحتى هذا غادي نقول لكم قطر، هذا فيه 5.9 5.8 5.9 يعني كيجي ما بين 5.8 و 5.9. غادي نوريكم هذا المليش زياد كاين هذا اللي زوين بزاف ابنات دمليج في الهميزات 480 درهم. فيه 7 الغرامات فاصلة 19 480 جاتها 3451 درهم 3451 درهم في 20 اللي هي 69000 ريال البنات و 200 69000 ريال و 200 بالنسبة لهذا الدمليج. هذا فيه 6.4 6.5 دونك بحال بحال ما بينه وبين يعني 6.5 6.4 مش حاجة. سو كاينة كلو حبيبتي ما عنديش في الميزات كاين جديد نوريه لك مرحبا اخ اختي انا سالي اللايف وندوز نطاقي سميتو اللي عندك في الفيسبوك ومنك ليه ديك الساعة عجبك وعجبتي الله يتاويكم للخير كراشيد يا كراشيد. عليكم السلام زهيرة. كاين هذا ديال الفان كليفة البنات او لا عفوا كارتي مسيرتي بالحجر في الهميزات البنات جديد. هذا كارتي مسيرتي بالحجر جديد ب 480 البنات. هذا اللي كان دايز غير بالموديل دابا قلتي ليا جديد 480 هذا جديد هذا جديد قديم ما كاينش حبيبتي في الكلو. هادو راهم جداد دوزناهم حنا في البرومو دوزناهم في الهميزات مع الهميزات هادو جداد جديد حبيبتي ما كاينش 480 كيلو ما كاينش 480 كاين كثر هادو غير دوزناهم يعني بحال كتقولي تزرفنا دوزناهم هادو ما كاينش اختي في الجديد هادو الكلو ما كاينش في القديم حبيبتي وفي الجديد راه ساوي الثمن. لا 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 شفتو غادي ديه ما تخليش شحال في عمرك هذاك سكه شحال في عمرك باش نقول لهم شحال كنت هنا منك يلا نبدا في 24 يلا غير بدا في 24 يلا اختي تتربي على يديك كاين دبليج غلط من اللي خدا لي وريتينا دابا قبل هذا كاين دبليج غلط من واخا كاين هذا نعطيكم غراماتو هاي ساليت اختي بقاو لي شي حاجه قليله ديال الاخر تعاودي الله يبارك يبقى الاخر كيبقى في سميتو كيبقى في فيسبوك. دونك بالنسبه لهذا فيه 13.95 480 درهم جاتو 6696 درهم 6696 درهم في 20 اللي هي 133000 ريال و900 133000 ريال و900 حترشيها هو زياد 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 دابا نعيط لبابا 5.9 هذا 5.9 هذا البراسلي ديال الكارتي مسيرتي بالحجر ما تقوليش ليا الهميزات لا هميزات وجديد هميزات وجديد عاد من الفوق ماشي زعما هميزات مستعملين هميزات ولين جداد كاين هذا الخيط اللي هو مبرون زوينين بزاف هذا واحد يبقى فيه جداد هذا ماشي ثاني الثمن شحال 480 9600 480 فيروز 480 اختي بالنسبه لهذا الخيط فيه 11.92 في 480 درهم جاتها 5721 درهم 5721 درهم في 20 اللي هي 114000 ريال و400 114000 ريال و400 بالنسبه للبنات غادي نعاود ناكد لكم هاد لي براسلي راهم جداد غير حنا دوزناهم يعني هادو نورمالمون حنا ولاد هايبي اخر غيدوزوهم بالموديل ما غادوزوهمش بالهميزات ولكن حنا حبينا ندوزوهم بالهميزات يعني اللي بغاتهم مرحبا لينا بزاف اللي كيبغيوهم ولكن كيلقاو الثمن طالع بزاف دونك حاولنا نديرو شويه نقصوا شويه في الثمن ويدوزوا ب 480 هذا هو الحاجه اللي كاينه يعني هادو راه ماشي زعما جديد كامل 480 ما كايناش راه قلت لكم الذهب اجمالا راه واصل 500 درهم الفوق
فهمتوا 500 درهم للزوج والكلو طبيعة الحال راه طالع في الثمن، كاين ديال تركيا كاين ديال المغرب بجوج منهم طالعين في الثمن، غير هادو حبينا اننا ندوزوهم لان شحال وحده كتشوفهم كتلقاهم مثلا فايتين 550 ولا 530 ولا 540 درهم للغرام كتقول لك بزاف غالي ما غالي، قلنا ندوزوهم بهذا البخيل. صافي البنات نتمنى لكم شرحت لكم وفهمتوا علاش دازوا بهذا الثمن وهما جداد. كاين هاد النباله البنات اللي واعره البنات، ديزاين خطير وشكل واعر وفي نفس الوقت صح والعمل البنات، نباله ولا اروع. صحارم عليكم السلامه الزينه ديالي، واخا راكي جيتي معطله بزاف دركي اللايف راه قربي تسالى الزين ديالي انتم الزواج راه حنا من المعروضين اختي انا الاولى بعدا مع ساكن قريب لي ونمشي عند خالتي زو عند مو باش نعاونها انا كاع. صافي هذوك اللي تيهضروا مع رشيد مبرزطين اللايف معليش اختي راه لا حول ولا قوه الا بالله، معليش اختي خليها تدبر على راسها مالكم نتوما صاحبتي دبر على راسها وحتى هو عاودي الا شافها وعجباته يدبر على راسه وشي يدبر على شي وصافي. كاين هذا اللي زوين بزاف البنات هاد النباله، شوفوا الديزاين كيفاش داير خطيره البنات وفي الهميزات البنات هادي شي حاجه اللي دايزها الكلام، موديل ديال حريم السلطان شي حاجه رائعه البنات والصح والعمل والشكل كيحمق البنات في الهميزات شي حاجه شي حاجه خطيره البنات. غادي نعطيكم الجرامات نتاعها صافي صافي تدوز حتى نكملوا اللايف ونهضروا في هذا الموضوع نشوفوا شحال بغيتي تطلب في الصداق. كنت سالات النباله في 14.30 في 480 راه هي خطباتك مادام هي خطباتك يعني انت خطبت بالصداق. لا صافي ولات ليا من الاول وهي خطباتك. سلمى انا ما ضحكتش عليك حبيبتي، انا ضحكت على الهضره ديال السيده ما انت اختي والله ما قريت الكومونتير ديالك. شفتني الزين ما تقولش ليا اليوم الهميزات، اه كاين اليوم الهميزات، هادو راهم في الهميزات، هادو راهم في الهميزات وهما جداد، ماشي في ماشي مستعملين، اما اختي الكومونتير ديالك اختي راه كاع ما قريتوش غير ظلمتيني وصافي، باش نعرف كاع واش تقولتي باش نضحك، حنا راه كنضحكوا على السيدة اللي قالت لك بغات رشيد، قراي اختي الكومونتيرات من الأول باش تفهمي على ما كنا كنضحكوا على ما كنا كنقشبوا شي شوية وصافي، باش اللايف ما يدوش فيه الروتين وصافي، اما اختي انت فهمتيها غلطة وصافي. دونك بالنسبة لهذا في 14.30 في 480 درهم جاتو 6864 درهم، 6864 درهم في 20 اللي هي 137000 ريال و 200، 137000 ريال و 200 بالنسبة لهاد النبالة الزوينة البنات، وبالنسبة للقطر ديالها أنا نقول لكم هذه فيها 6.1 6.1 اه دوك شي وحده اخرى اللي ضحكات على الكومونتير ديالك ايوا يمكن شوفي راه حتى دوك سميتهم ديك الايموجي اللي كيتحطوا راه بزاف اللي كيغلطوا فيهم سلمى فهمتي راه كتجي دير شي ايموجي شي حاجه اخرى وكتصدق دايره واحد اخر فهمتي يعني نحاول اننا ما نتسرعوش سلمى حبوباتي باش يلاه نعرفوا على يعني داك الايموجي اللي دارت واش قصداتو ولا ما قصداتوش نحاولوا ما نتسرعوش لان التسرع راه فيه شويه ديال فهمتي خسر الناس حاولي ما تسرعيش شوفي ياك ما بغات دير شي ايموجي ماشي ديال الضحك ودارتو راه بعض المرات كيكون مثلا شي واحد ميت كاع وبغاو يديروا شي ايموجي ديال البكا وكيصدقوا دايرين داك تعبد معاه اللي كيضحك هي ما تدويش معاك اختي اصافي المهم انا حيت طلع لي كومونتير ما فيهش ريبوندي يعني في مباشر هذاك الشيء علاش شوفوا البنات 137000 ريال و 200 درك ما قلت لكم 6.1 كاين هذا نباله اللي دايزها الكلام البنات انا نلبسها لكم باش تشوفوها حيت الاخرين صغار عليا في القطر هذاك الشيء علاش ما لبستهم لكمش دونك انا غادي كيطو انا سولتك وهي كتضحك حشومه ما عرفتي طو زعما ما كنضحكوش فيها ونرسل اختي ما تقلقيش راه حنا غير معمرين على صفاء كنضحكوش فيها وهي يطو يمكن الا ما قصدتش صفاء اختي شوفوا لي شي حاجه شوفوا البنات كيجي كيحمق كيجي كيهبل شوفوا النباله كي دايره نباله واعره البنات شوفوا راه في اللبسه ديالها فاش كتبان شي حاجه دايزها الكلام كيجي كيحمق دابا قلت لك راه تكون ما قصداتش
لطيفه بالنسبه للبري ديال تونس حبوباتي ما غاديش نجم نقول لك مانيش عارفه اختي تونس باش كيهضروا ولا باش شنو هي العمله ديالو. حاولي اختي الا كتعرفي شي مغربيه وفي نفس الوقت كتعرف العمله ديال تونس تعطيك اختي البري ديالهم. انا ما شنو نقدر نقول لك حبيبتي. شوفوا البنات كيحمق 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 لان راه الجزائر كاع اللي راهم يعني الجزائر زعما هكذاك وما نجمش نعطيهم البري بالجزائريه البري بالثمن بالفلوس ديالهم فهمتي. مانيش عارفه حبيبتي بشحال كتشوف فلوسكم كي دايره ولا باش كتهضروا. شوفوا البنات كيجي كيحمق هذا البنات تبارك الله فيها 21 غرام فاصله 60 21 غرام فاصله 60 في 480 جاتها 10368 درهم 10368 درهم في 20 اللي هي مليون و7000 ريال و300 مليون و7000 ريال و300 مباله اللي دايزها الكلام وتخبيت الفلوس كذلك كيش تقولونها نتوما زينه وتخزينه واقيلا ياكم. بالنسبه لهذا فيها 6.1 6 جوج ماكسيموم 6.1 6 جوج كتجي كتحمق البنات مباله واعره. وكما قلت لكم راه لي بغاسلي ديال اليوم كاملين جداد غير دازو في البروموسيون دازو في الهميزات يعني حاولنا نهبطوا لهم الثمن وصافي راه ماشي كامل ذهب 480 حاولنا نشرح لكم باش تفهموا باش ما يكونش واحد الاختلاف في الراي وصافي. يلا البنات تهلاو فروسكم الى اللقاء والى لايف جديد ان شاء الله. السلام عليكم اختي. واش ما عندكمش عصير الصابون؟ عندنا عصير الصابون كاين عصير الصابون دوزي عند ديال الخاص ام احبابك. انا قلت لك خسري بيني وبين رشيد حشومه بغيناه يعرض علينا. لا 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 رشيد ما كيديهاش ها كوني هانيه الطو. لا لا راسو صغير هذاك ماشي من النوع ديال الدراري اللي كي فهمتي كيشلط في قلبه ياك خويا كتشلط في قلبك احسن ما تشوف. لا لا ما كنشوفش سيرت عليا براسي عوج ملي قلتها ليهم ما تسوقوش ليا حنا بردي اش هاد الباطل. امل جاد مصيفطي ليا براسي عوج ملي قلتها ليهم ما تسوقوش ليا. حبوباتي امل واش تقديتي عندي دوزي عندي الخاصه اختي. الا كنتي تقديتي عندي كنتي تقديتي على شي واحد اخر امل ها هذا بشيتي شريتو عندك انت باقي لا واش الا كان داك البراسي واحد كنت هضرتي معها شرح ليها وقول لها تضو لك وردوا لها رزقها كنحيدوا لها ثمن لا لي دغيزو فقط بلاتي معنا ما سخيناش بك صافي حبيبتي. اه والله حتى نتوما امل شوفي حبيبتي حنا راه ما عندناش اشكاليه الا وصل لك البراسي فيه شي ديفو فيه شي حاجه وكان في المستعمل الا كنتو كتاخذوا شي حاجه مستعمله وما رضلاش البال وصيفطوا لك بدون احراج اختي غتصيفطيه لينا في الامانه ما يمكنش ما يتسوق لكش اختي حيت المستعمل ديالنا حنا ضروري اننا نصيفطوا الا صيفطنا الحاجه وخرجت فيها شي حاجه ترجع لنا. رجعي لنا الكوموند حبيبه ديالي كنرجعوا لك ثمن فلوس فلوسك ولا كتبدلي بحاجه اخرى ما احسن ولا ما عجبك حتى شي حاجه وبغيتي تريفيزي كلشي كنرجعوا لك حبيبتي فلوسك بكل اريحيه كنحيدوا لك ثمن لي فريزون فقط الزينه ديالي. ملي تعلم قولي لي شكون ربحات حيت سالات لي قلت سبحانه من غير ريزو صافي حبيبتي دينا مرحبا حنا ما عندناش اشكال حبيبتي في هذا الشيء ما تكوني على خاطرك الزينه. شكون دينا ايوا بقى يا كبيتي انت اللي ربحتي واش دينا مريم صافي اختي بقاي فرجتي قلتي داك داك قلتي هذاك شكرا بزاف على البراسي العوج. شوف اختي منك ليه منك ليه انا اختي راه بوحدي الرادكو ديال يد مستعمل ها ودا حبيبتي فيه 19.09 ها ودا 9171 درهم انا فائزه. لا حبيبتي دينا مريم هي اللي فازت معنا اختي كلمين ضعف دوزي عندي الخاص دينا النيميرو واتساب راه بانكلي في اللايف دوزي الواتساب حبيبه وصيفطي لنا المعلومات ديالك باش نصيفطوا لك لا كوموند. وبالنسبه للاخت اللي كتقول لك صيفطنا لا صيفط لها رشيد البراسلي عوج ما عليك غير تدخلي عنده صيفطيه له حبيبتي غيصيفط لك العنوان ورقم التليفون والسميه وصيفطيه له حبيبتي ويرد لك رزقك بكل اريحيه وما تكوني على خاطرك الزين ديالي. ياسمين اختي تسعه ما حالفكش الحظ ان شاء الله في لي بارطاج الاخرين حاولوا البنات بارطاجيو كثر كثر لان فريمون راه نشوفوا البنات اللي غادي يربحوا غيقولوا لكم واش كاينه الربحه ولا لا. دينا ها انت راه قالت لك البنت دخلي اختي النيميرو واتساب وحاولي انك تصيفطي لنا لي زانفورماسيون ديالك حبيبتي بسميتك وكنيتك ورقم التليفون العنوان ديالك كامل باش نصيفطوا لك لا كوموند ديالك حبيبتي وبالصحه والراحه اختي وشكرا لك على البارطاج ديالك بزاف بزاف بزاف. موديل لحار ما فهمتش اختي اش بغيتي تقصدي. المهم اي وحده بغات شي حاجه ها منش فاهمه. المهم حاولوا البنات اللي بغات شي حاجه دوز عندنا الواتساب مرحبا و الف مرحبا باي تساؤل عندكم.
الاخت اللي راها مديرونجيه من ناحيه البراسلي، رجعي عند النمره اللي كونفيميتي معها على البراسلي، لقى لك الحل اختي ومرحبا، وما تكوني على خاطرك اختي، ومنا اليك اعتذار كبير. يلا البنات في امان الله والى اللقاء، والسلام عليكم، الى لايف جديد، وان شاء الله غادي نحاول ندوز لكم سنيسلات وندوز لكم شي حاجه اللي جديده ان شاء الله يا ربي، غادي ندخل شي سلعه جديده ان شاء الله وندوز لكم الجديد في الجديد وشي بخي اللي يعجبكم ان شاء الله. يلا البنات تصبحوا على خير.